السلام عليكم، معكم قناة ميدستيل. اليوم الفيديو غادي نتكلم على واحد العشرة ديال الأعراض ديال التهاب المفاصل والأسباب ديالهم والحدوث ديالهم كيفاش يوقعوا، وكذلك بعض الطرق ديال العلاج ديالهم. وأنا هنا قريتهم في واحد المقال وحبيت نشاركهم معكم، ربما تكون إفادة. هنايا بعض التعريف، وهنا قالك يعرف التهاب المفاصل بحد تورم المفصل والإحساس بالألم. يعني واحد المفصل تيكون تي خصوصا تيكون تي ألمنا مثلا نبركو عليه، ويعني مثلا نضغطوا عليه او نديروا به شي حركه تنحسوا بهذا الالم. هنا تتكون واحد الاعراض التهاب المفاصل الرئيسيه اللي تتمثل في الشعور بالتيبس والالم عند الحركه، وتتزاد سواء لدى كبار السن. وهنا تتم العلاج للالتهاب المفاصل بعد التشخيص ومعرفه الاسباب، وكذلك تتكون غالبا علاجات يعني مساعده لحد من الاعراض هذا المرض دون القضاء على القضاء عليه نهائيا الا عن طريق الجراحه. يعني تيكون بعض يعني غير باش ما يتطورش هذا المرض، ولكن تيكون يعني لحد من يعني من الاعراض ديالو. هنا الاعراض ديال التهاب المفاصل هي متعدده بزاف، نذكر منها الاعراض التهاب المفاصل اللي مرتبطه خاصه بالنوع التهاب المفصل المصاب اللي تيكون مصاب. ويمكن ان تتضمن اعراض التهاب المفاصل ما يلي: اولا كاين الم شديد خاص عند لمس المفصل او تحريكه، وكذلك تشعر بتيبس يعني في المفصل، تلقاها يابس المفصل نتيجه نقص الماده ديال اللزيجه، خصوصا ملي تكون في هاد الركابي مثلا تلقاهم تكون يابسه تعطي واحد الصوت التي تكون حول نهايه العظام، والتورم مكان المفصل والاحمرار ديال المفصل، وكذلك عدم التمكن من الحركه بسهوله. كما قد تتسبب بعض الأنواع ديال التهاب المفاصل الأخرى في الأعراض التالية. هناك هذه الأعراض هذه اللي تتسبب كاين يعني التعب والإرهاق وارتفاع يعني حرارة الجسم، وهنا انخفاض سريع في الوزن وجفاف العين والفم، وكذلك بعض المشاكل في التنفس. ما هو التهاب المفاصل؟ هنا نعرفه بواحد تعريف صغير. يكون التهاب المفاصل في الغالب تورم يصيب المفاصل مما يجعلها مؤلمة عند لمسها، ويوجد نوعان رئيسيان يكونان أكثر انتشارا بين الأشخاص هما كاين هنا التهاب المفصل العظمي الذي يكون نتيجة حدوث تكسير في يعني الغضروف، وهو نسيج منزلق يكون خاصة في نهاية العظم عند المفصل، تكون واحد الهزيز تما. كما من الممكن ان يكون هنا ارتفاع نسبه الحمض يوريك باصابه يعني بحث اصابه ديال النقرس، بالتالي هنا تسبب واحد الحدوث ديال التهاب المفاصل، بالاضافه الى انواع اخرى من الالتهابات مثل التهاب المفاصل التفاعلي، التهاب الفقار المسقط، التهاب المفصل، يعني عده التهابات هنايا، التهاب المفاصل الابهام الى غير ذلك. هناك أسباب التهاب المفاصل، تكون أعراض التهاب المفاصل متشابهة لكن تختلف الأسباب حسب نوع الالتهاب. وتكون الأسباب الالتهاب الفصال العظمي، يحدث الفصال العظمي نتيجة التآكل لغضروف المفصل الذي يكون بمثابة هي الوسادة للأطراف العظام مما يمنع احتكاكها هنا، ويتيح للمفاصل الحركة بسهولة. هنا إمكانية التعرض للحديد يمس المفصل أو وجود عدوى تتسبب في التآكل الغضروف، تكون واحد العدوى هي تتاكل هذيك الغضروف. هنا حدوث ضرر يتسبب في طحن العظام مما يتسبب في الحد من الحركة والألم في المفاصل. يحدث تأثير الفصال العظمي على كامل المفصل متسببا في حدوث تغيرات في العظام، منها تدهور الأنسجة التي بين العظام والعضلات والمفاصل، كما تسبب في حدوث التهاب يعني في باطنة المفصل، ويكون هنا سبب التهاب المفاصل يعني مهاجمة جهاز المناعة يعني لباطنة المفصل. وهنا يتسبب في التورمات والتهابات، وهنا تتفتح يعني هنايا تتوقع هنا المشكل هذا في المفصل الذي يحمي العظام من احتكاك نتيجة المرض جهاز المناعة.
هنا تنقولوا من الممكن أن يؤدي هذا النوع من الالتهاب إلى حدوث تلف في الغضروف وكذلك نهاية العظام التي عند المفصل. هنا كاين واحد العوامل المساعدة لإصابة بهذا الالتهاب المفاصل. هنا يمكننا أن تتدخل بعض العوامل لزيادة خطر التهاب المفاصل، ومنها أولا التاريخ يعني ديال العائلة تكون يعني وراثي كما تنقولوا، حيث تكون بعض التهابات المفاصل المنتشرة في العائلة، ومن الممكن أن يتطور المرض إذا كان الوالدين أو الإخوة يعانون من هذه الاضطرابات. كما من الممكن أن تكون يعني جينات الشخص سبب في تأثره السريع بالعوامل المتسببة في التهاب المفاصل. كذلك التقدم في العمر، حيث يكون الكبار السن أكثر عرضة لإصابة بالتهاب المفاصل يعني المفاصل العظام. هنا تكون السيدات أكثر عرضة لإصابة بالتهاب المفاصل، بينما يصاب النقرس الرجال أكثر. هنا حدوث إصابة سابقة للمفاصل خاصة بالنسبة للرياضيين، كما قد يتسبب تطور التهاب المفصل في المستقبل. زيادة الوزن كذلك التي تسبب في حدوث الضغط على المفصل خاصة في الركبتين والفخذ والعمود الفقري. داك تقول الإنسان اللي تكون ثقيل غير ثقيل تيتقل على ركابي، حيث يكون الأشخاص المصابين بالسمنة أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات في هذه المفاصل. هنا يمكننا أن نتكلم على المضاعفات للإصابة بالتهاب المفاصل. هنا قد تشتد الأعراض التهاب المفاصل وتسبب في أولا عدم القدرة على الأداء المهام والأنشطة اليومية، خاصة إذا كان ذلك يؤثر على اليدين على الحد من الحركة، حيث تتسبب التهابات المفاصل في عدم القدرة على الحمل الوزن للمشي أو الجلوس. حدوث تشوه وتواؤ كل في بعض المفاصل. هنا كاين بعض الطرق لعلاج التهاب المفاصل الطبية. يكون العلاج مرتكزا خاصة على تخفيف الأعراض التهاب المفاصل والرفع من قدرة المفصل حتى يتمكن من أداء مهمته. وقد يضطر المصاب إلى تجربة بعض العلاجات أو دمج أكثر من نوع للعلاج لتمكن من تحديد طريقة يعني المثالية للعلاج المريض. كذلك تختلف الأدوية المعالجة على حسب نوع الالتهاب، ومنها كاين مسكنات وهي الأدوية المساعدة على تخفيف الألم فقط دون تأثير على الالتهاب، أو علاج الأدوية المضادة للمنبهات. هناك أدوية مضادة لهذا العلاج يعني المفاصل للروماتيزم، وكذلك أدوية بيولوجية الهدف ديالها هو الإيقاف عمل جهاز المناعة على المفاصل يعني اللي تتكون يعني تعطي ألام وكذا، فهي تهدئ وتسكن. يمكن اللجوء للعلاج الطبيعي كذلك الذي يكون ناجعا في علاج بعض أنواع التهاب المفاصل عبر قيام بتمارين رياضية تساعد كذلك في تقوية العضلات التي حول المفصل مما يزيد من الحركة. كما يمكن تثبيت المفصل يعني في بعض الحالات التهاب المفاصل. وأخيرا يتم اللجوء إلى الجراحة عندما لا تكون بقية الطرق ناجعة في العلاج أو تخفيف الأعراض التهاب المفاصل، وتكون عبر جرح الاستئصال وجرح التبديل أو الإدماج المفصل. هناك طرق بديلة لعلاج التهاب المفاصل. تكون العلاجات البديلة مساهمة في تخفيف أعراض التهاب المفاصل فقط، رغم عدم وجود دليل علمي على بعض الأدوية، لكن من المؤكد أن أفضل طرق للعلاج تكون الوخز في المفصل المصاب، استعمال تنبيه الأعصاب بالكهرباء. هنا كيفية الوقاية من التهاب المفاصل، كاين بعض الإرشادات. قد لا يكون هناك طريقة للوقاية من بعض أنواع التهاب المفاصل، لكن من الممكن بعض النصائح التالية: التخفيف من أعراض التهاب المفاصل عند حدوثها، الحفاظ على الوزن الصحي كما قلنا الوزن، وممارسة التمارين الرياضية، الابتعاد عن شرب الكحول وأكل اللحوم والكبد والسردين للمصابين بمرض النقرس. هناك علاج الإصابة في المفصل عند التعرض للحادث. كذلك تكون أعراض التهاب يعني المفاصل متنوعة.
من آلام إلى تورم والاحمرار الموضعي إلى تأثير في أعضاء الجسم الإنسان الأخرى مثل الرئتين والعين والفم. ورغم تعدد الأسباب الإصابات بالتهاب المفاصل إلا أن العلاج قد يكون عادة على تخفيف الأعراض الالتهاب فقط عندما لا تكون الحاجة إلى جراحة مريحة. هنا كما من الممكن اللجوء إلى بعض الطرق البديلة للتخلص من الأعراض التهاب المفاصل. وإلى هنا تنسلوا يعني هذا المقال وهذا المنشور اللي شاركناه معكم، وتنتمنى أنه ينال الإعجاب ديالكم لهذا الموضوع ديال 10 أعراض التهاب المفاصل والأسباب ديال الحدوث وطرق العلاج للحد من الآلام. تنتمنى لكم التوفيق وفيديو آخر وفي استشارة أخرى وفي مقال آخر إن شاء الله.